وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الكريم يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. الخير هنا بمعنى المال. قال ربنا تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا بمعنى المال. قال ربنا عز وجل: إن ترك خيرا الوصية الآية. فالخير هنا بمعنى المال، يعني إذا الله عز وجل أعطاك مالا فعليك أن تبدأ بكفاية نفسك، ثم تبدأ بأهل بيتك، وما فضل عن ذلك تصدقت به الأقرب فالأقرب. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي درهم، يعني درهم ثاني. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي درهم ثالث. قال: أنفقه على دابتك أو على فرسك. قال: عندي درهم، يعني رابع. قال: شأنك به. هذا هو المقصود بهذا الحديث، والله أعلم.